وهذه رسالة أتمنى أنها توصل لكل شخص له تعامل مع الناس، اللي يبيع سواء في الخضرة أو الفاكهة أو الورقيات أو غيرها، اللي يصلح في الكهرباء، هندسة السيارات، ميكانيك السيارات، اللي في الألمنيوم، اللي في المظلات، اللي في كل الشؤون الحياتية، هذا اللي يعمل. انتبهوا يا جماعة الخير، ترى أنا أوجه نصيحة لهم هم، أنت لما تغش والله ما غشيت إلا نفسك. صحيح. كيف؟ خذوا أنت لما تكسب الكسب الحلال أو الكسب الحرام وين بيروح؟ بتروح لعيالك تغذيهم منه ولا لا؟ هذه التغذية إذا كانت من الحلال المبارك، بارك الله في عيالك وفي بيتك وفي زوجك وفي حياتك كلها، لأنك لم تغش وكانت يعني لقمة مباركة أو لقمة حلال. بينما ذاك اللي يغش، تراك أكلت أولادك حرام، وصلحت بيتك من الحرام، وغذيت زوجك من الحرام، وين تبي البركة تجي؟ ثم لا يقبل له الدعاء إلا أن يشاء الله، ومن كان بالحلال يقبل دعاءه. فأنا أقول لهم يا جماعة الخير، لا يروح لعيالك شيء حرام. أنت تفكر تفكير اللحظة، ولكن ما فكرت في التفكير المستقبلي في صلاح أبنائك والبركة فيهم وكذا. فأنا أقول لكل من يعمل سواء كان سعودي أو غير سعودي، اتق الله في أولادك، في بيتك، في زوجك، ثم في نفسك. يعني خلك تقدم يعني هؤلاء على نفسك، لكن هؤلاء سيكونوا بركتك في مستقبلا. أنت بتموت بكرة وتروح، يبقى هالبركة وش زرعت وش حطيتها عليه. أما إذا كان على غش وعلى للأسف الشديد يأخذونها هم يتهنون بها، وأنت تحاسب عنها يوم القيامة. فلنتق الله عز وجل فيما نكسب. انتبهوا يا جماعة الخير لهذه المسألة هذه. بعدين يا شيخ أخضر، أيوة، اللي يحصل هالأيام الآن غش الخاطبات. أوه، حقيقة يدمر المجتمع، هذا مصيبة. ودعوة إلى الممات على الخاطبة أو من ذكر أو مدح بشيء ليس فيه، سواء مدح شاب منحرف ومدحه وزوج بنت عفيفة، بنت مستورة وبهذلها، والله دعوته إلى الممات. الله الله، هذه صلى الله عليه وسلم قال: أحرج عليكم حق المرأة واليتيم، يعني أشدد في العقوبة.